الحقيقة هذا الحراك السياسي المحتدم لا جديد فيه منذ 2003 إلى يومنا هذا، لكن في هذه الفترة أو في هذه الدورة الانتخابية أخذ هذا الاحتدام انعطافا خطيرا باتجاه تفكيك البيت الشيعي. الدستور يعني واضح، المادة 70 والانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 76 لانتخاب رئيس الوزراء يعني واضحة، حيث رئيس الجمهورية يسمي رئيس مجلس الوزراء من الكتلة الأكثر عددا وهي معروفة الكتلة الصدرية. أما التشكيل والتآلف يعني بعد الانتخابات هذا أمر آخر. الآن هنا الصراع بين الكتل هو يعني ليس صراع دستوري، بل هو مخالف للدستور، إضافة لأنه ليس صراع يعني وطني من أجل الوطن، يعني انتخاب رئيس الجمهورية المادة 67 و68 تنص على أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادته ويشهد له بالنزاهة. الآن ما يحدث يعني بعد إعلان 25 اسم المرشحون إلى رئاسة الجمهورية على أن يتم التصويت عليهم في يوم 7 من هذا الشهر، القضية واضحة، يعني الكتل الثلاثة العزم والتقدم والتيار الصدري بحاجة إلى 50 حتى يمررون الاسم الشائع أكثر اللي هو هوشار زيباري. يعني القضية واضحة، هذا على صعيد يعني معناته التحالف الآن شيعي سني في يقابله اختلاف شيعي شيعي. يعني هذا الاحتدام بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا أعتقد سيمرر بسهولة، رغم يعني قرار المحكمة الاتحادية. نعم.